موقف كا المسلمين تو أي كتاريهين. أولاً الآية العاوين بدل إنه قد الأخري سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وحوياً المسجد الأقصى وحوياً ومسجد كفجوياً ابن حبر هنا فتح البارقة وحكو قرن وحلو أمك عابي المسجد الأقصى وحوياً ومصافة إساقي مسجد الحرام كأولا حيسا وفق من نشابوك يلا من نحوك يلا مكوك يلا وحقيده وقرآن وتفسير ودين ما أرهن ما أرهن للجلين كرو ما قرن سعيار عيار يصفاد للجلين كرو ما لبنا نقطة دون كسوق بالجمين دون عربان كان محاضرة ذا ما يو وحددكوا أي حل أمور ذي يعني إن ما أنت مشكلة الله واحد ليه أيان شيء دون أي حسوسية أولا واحد لنا هاي دواء مساجد كا إلهي سبحانه وتعالى قرآن كيسا وكل شيء إلهي سبحانه وتعالى سيد علماء الرهان الليلة هنا يلاقي حكرا إنه محمد وهبين كاكد ليه ما هم كذا ومسجد الحرم كيسا قلت شو والسماوات كي جيسا ما هي لا وفز لكن محمد النبي قال له ليه يقول له جي مسجد الأقصى لوجي وأيضا الله تسعى ويان علاقة ديني جاء إيه كده حيسا مسجد الأقصى يمسجد الحرام كده حيسا مساجدكين هو مساجدكين لباد دول كلا قد يسويين دشيسا بخاري مسلم بيحكي سويرين أبي ذر رضي الله تعالى عنه وحيد أبي ذر نبيك أيام كول صلى الله عليه وسلم مسجد كي أقول رأي صلاة لو سمية دول كلا قد يسوي كوها قال وحيد النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام أكعبضوها وحنكول يا رسول الله مساجد كي أكو حيلي النبي صلى الله عليه وسلم قال المسجد الأقصى مسجد الأقصى يكون حيقول بيري سأدنا أبو ذر العلم بدون أيه قلت وحني كم كان بينهما مركي الله رسي مسجد الحرام ككعبضة إيه مسجد الأقصى مركي الله رسي مددي أده حيس محاي هاد ما نكوري قال واحد 40 سنة أفرت سنة أي أده حي سيد مسجد الحرام كي كعبد مسجد أي نوع اعتراف سنة هاي أي إنه مسجد الأقصى أنا هو اعتراف سنة هاي إنه سنة هاي محي إنه مسجد سنة هاي إنه هو اعتراف سنة إخواني وحين تاني نصرع مساجد كني ومساجد كي نبي جمر كي إسرائي هبين للدليلي وحلاج الدليلي نبي صلى الله عليه وسلم مكة يا لج الدليلي وحنا لقي المسجد الأقصى همين كاسد دعوين كواوين دعي وحكم ده هيد دعوت المام يسمى كانضة هي مقامك ومسجد الأقصى أولي يهي ضدك مسلمين تار نبي صلى الله عليه وسلم همين كاسي وحلوسو أري رسوشي أنبياء دي بلوسو أري كل كاسي يسو إمام كنا أنقضي ومساجد قديسة أيو كتوكي علماء وحي ليهن وح أظهر موقتا إنه أنبياء التوكيي مركو الصمد قصو النقضي لو سيمر ونصمر وين مركو الصمد قصو النقضي أيو سو أيا لو سو أوريي أنبياء دي لو سو أوري ولذلك مركو التوكينا أي مو ولا سنة كان عيسى كان إبراهيم كان موسى ليش لأنه الصمد قصو أركي الصمد أيو قصو أركي نبي صلى الله عليه وسلم حديث كان يسوح كله فحانت الصلاة مركي أنا إمد أي وقت هي صلادي وصلادي الصبح بهد صلادي الصبح أي صوق شيء دبيتنا النبي صلى الله عليه وسلم وتكيي لكن دي إسرائيل معناش كحين هبين بهد ابن كثير رحمة الله عليه سوى فصرا أيام السلاسي أي وحيدي مركب وكل شيء كان يحل جن النبي وتكيي وقام بعد له شيء يا واي وحن دوني يا إن أوقاتان تفاصيلها كدوغان مسجد كان كدوغان إن الأوقاتان دوني وحب ابن كثير لي والصحيح أنه إنما اجتمع بهم في السماوات وحصح إن نبي أنبياء السماوات كأكل كل مي ثم نزل إلى البيت المقدس ديت الملك السماوات كي كسر نقضي أيوه هدنا مر لبعض بأكل كل مي بيت المقدس أيوه كل كل مي وهم معه وصلى بهم فيه ابن كثير حتى نامي
إن مركو السماد كله كل ماي نبي يدي أي حد أنا محيط لي ومسجد كي مر لبعض كله كل ماي دبيتنا وتكيي وصلى بهم فيه في المسجد الأقصى ليش هؤلاء لين الدفاعيين إن فاهوه ريان المرابين تكويهين أي كجي هذيان مكان هذا إسلامكم ليش أي كل هذا وتاوية ثم إنه ركب البراقة وكر راجعا إلى مكة مركو تكيي أي براقي بفوري ديرتنا مكة أي نبي صلى الله عليه وسلم أي كن نغضي مسألة لبعض نبي مركو أنبياء تكيني ما أنبياء يردن بالوسو أوريو أود تكيي مساقب أنبياء كمدا أي تكيي وحلالي لما رأي بعلم ذكا قبعا لما دانا حاليس بقصو أروتي قال واحد لا يقيم علماء أنبياء الرسول كمدا أي لوسو أوري ونبي تكي صلى الله عليه وسلم قال واحد لا يدي ما أنبياء أوتم بالوسو أوري إلى هنا وقادر ويان سكر ميسان وتاسينا وده وين وين أمسنين رواية صحيحين كقصة أرورتي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وحى أي تلمامس أنه صلى بجماعة من الأنبياء كما في صحيح مسلم بركان النبي صلى الله عليه وسلم رواية إن صحيحين كقتالة إن رواية مسلم ونخرين عليه وحن النبي صلى الله عليه وسلم ويري مركو مساج كده وقالوا كل شيء كده وحديث داره أي وحني وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء مركات جماعة بتلامه مركات علماء تنقب سواح لين النبي صلى الله عليه وسلم هبين كا أنبياء الله مصر حاضرين جماعة يكوه أنبياء كمدة أيوه هبين كا تكيي وحنا ينوش يا موسى كمدة هايو عليه السلام عيسى كمدة عليه السلام إبراهيم با كمدة عليه السلام مركات حديث قصص النبي صلى الله عليه وسلم مركي جماعة أنبياء ليسوا ري أيوه الفحانة الصلاة فأممتهم وقت جي صلاة صو حاضرتي ديتنا أنمون إمام بار النقضي فلما فرقت من الصلاة قال قائل يا محمد هذا مالك صاحب النار فسلم عليه فالتفت إليه فبدأني بالسلام مركان أنبياء أن تشير أي أن كفارقي أي قائل باي غيري محمد هو مالك وصاحب النار وملك النار السلام مركان في ري أي سو سلام تيقول بالعبي راح بيش كذا عيك ومرها كذا عيك ملاك بعد شوكتو وحوي أنبياء يرسشي بعد شوكتو ووحنا وحلو ولا شيء ذا أريد أن تمام دون أي لولا شيء ذا إخواني وعي رأيك كلام حلوة هي إخواني اللهم صل على محمد جميع الأنبياء بالوسوري ما هكوا كليا أنبياء يرن بالوسوري حديث أسوري أن إمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أيوه لي حديثكم فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى قام يصلي ثم التفت فإذا النبيون أجمعون يصلون معه مركو النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس عليه مركو النبي قال لي مسجد الأقصى أيا قام يصلي وتكناي مركو فيري وهو أركي فإذا النبيون أجمعون يصلون معه وكي أجمعون نبي يدي أردن أيا لتكناي ابن كثير الحافظ رحمة الله عليه أيا إن أرنتها تعليقين أيا مركو كلمة قوي فدل على أنه الإمام الأعظم فدل على أنه الإمام الأعظم دوري وعيتو سيسا إنو يهي إمام كي ويناء الرئيس كي أنبياء دو يهي وحكرات المامي سا إخواني إن أمانة دي مسجد الأقصى النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت اللي قلقلي ولذلك أيا صحابه مركو يعني قريب سي كد معاركتي مركو الشام قلين محي كنت دقين إن مسجد الأقصى أي كحريان صليبيين تي معتب ليدي إيامنا سيدي ما مشافع إلى هذا إيجا فقه والبا إيجا إن يجف فقه بدن إيجا إن يجف فهم في عن سكر ميزين أرن كأي فهمين محوها واحد فهمين النبي صلى الله عليه وسلم هبين كاسيل لودي بي مثل أقصى لودي بي مسلمين ترى أي فرض أي واجب أي كتاي
إن المسجد الأقصى أي كحريان لما كان مع التبليد إن كحريان إن واجب كتاي وفعلنا وكفرتي حتى عمر رضي الله تعالى عنه ما ربضنا كمينة ممركدي فارس يا ممركدي روم روم المسلمين تأفرتان وموتين لكن مالنتي مسجد الأقصى يا مقالة لأسي قعنت مسلمين تمفتاحي ولو قرد يباي واكي سوق سفر كتاي isagiyo khadimkiisa oo socday nin dhan yara halkii ay ay wadeen hal neef hal neef kii ay wadeen oo isku weydaarinayeen marna Umar baa fuulay marna khadimka fuulay markuu soo dhawaadi ayaa waxa lagu yiri ininkii baa yiri ya amir al mu'minin deema ka magaalada inuu galina waa kalkaygi adaan ku deenayaa oo fuul say ku arkaan dii inaad amirki muuminiinta laakiin ay arkaan in kii geere khaadimka oo fuutan adiguna aad neefkii geela aad hoggaanka haysid si kale isagu u arkay may buu ma waa kalka ayaa fuulay anuu hoggaanka qabanay sharaftu ma aha suud la xidho iyo saacada dahab oo la xidho iyo gawaari mercedes oo iyo magacyo been oo la sameysto oo in ummada islaamka lagu qaldan ma aha sidii ku galay صحابتي مجاهدين تين مركع عمر لكل من أيقول يا عمر أمير المؤمنين دمشق حكوجسوا يا بادريدي بقردي نصاردي بكوجسوا يسا ومفتاحي مدي إن بيت المقدس كودي بيسا أنو دركن أتصفر كوجسوا قشة حتى ده سدنا أنو كه بدله ويوكانن در عصب أيو حران بركي بيسبحي إنه قلبي يسبدله واركي وأدرك يسيب روحنا نحن قوم أعزنا الله بالإسلام وحن نقوم إلى هاي إسلام ككل عزيي ما هذا كان حرناي ما هالجوارين الفوتشناي ما هأمانة يدتكون أمانة يان هو الإسلام هو الإيمان وإسلامك إيمانك يدينك تاسي أي عزنا سينيسا مهم عمرها قبل الإسلام سلام يسكون شري يا ابن الخطاب سلام إسلام الله يا مركز شهري دكتور تتم هذا هيد ما أنت يا أمير المؤمنين بالقول لي سلام استول دقاية لكن كان هو الرجل كان هو القائد كان هو أمير المسلمين الله أكبر دركي سيبس كحدي سيدي مقالة كوكري مركز حلي ده مسلمين تيساسي أفهمين مقالة ده قيمها إلى هيد عمر با انتو ارض الحجاز ايوم مدينية انتو كتغي اي الى شام ومحي ليستلم مفتاح بيت المقدس من النصارى وي وا وان ما هات انا المغلو يرهدين بقر كسيفون كسي سايهين ايان محي تونين ليلو ديبه وي وحكرا إن فضائشة كم إذا بيت كان إلى مسجد الأقصى مركان نوف فضائلهان ده ويت هاي وشيخي بحركها اللي لكن وحن لنا هاي إنه وحن سؤرون إن مسلمين توحي ماشين كأمسين أولد إنه حيس كانوا شيءنا وحويا وأول قبلة للمسلمين وقبلة دي وجوه الرئيسة المسلمين تا واي لحية توم بلاد أما تطير توم بلاد المسلمين تو دينع بيت المقدس أو تكرين أو جهيسين أو واتبي فرد كواحد روى البخاري ومسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن بيت المقدس 16 أو 17 شهرا ثم صرفنا نحو الكعبة وعيني براء بن عازب نبي قال صلى الله عليه وسلم أيان لا تكني أنا وأجهي سنة بيت المقدس لحيتهم بلاد أما تضبيتهم بلاد دبيت روح نروتشي ذي لنا كعبدا نروتشي ذي واحد خياسة بركة دي مكاننا أي مسلمين تي هوري أي كولا هيد مدي مقالة داس يا بيت المقدس أي كولا هيد أدب إخواني وان خياسة كرتان هذا لك جنان الكيسة يجب قبيل يسوح ويان وين سوأ رغني three versions زي العذاب
يا صدح رواية ضد أين سوى أرقني تي هودة يتي نصارى ضع يتي مسلمين ده إنه حلاني تم مسلمين ضارونا والوعد الحق ويا وبلن إلهية ونسيد إلهي نوح يدي آية القرآن كويم حديث نبي صلى الله عليه وسلم قصة جنبا كتيم ولذلك أي مسلمين تو أي دريمان أهمية القدس المسجد الأقصى أي ليهن مركان واحد لاني وأماندي وحويان إلهن سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم وديبي وأماندي عمر بن الخطاب إنه وجدته رضي الله تعالى عنه مركو حري وأماندي وإنه وجدته صلاح الدين الأيوبي السلطان الغازي رحمه الله مركو حريي وأماندي السلطان عبد الحميد سلطانك عثمانيين تا إديدي إنو فلسطين أسيو يهود أسيو مركي أوي مادين نمكيو أولينا يي أيا وحكونا هذين نو صحيح أرض فلسطين هدانو يهودنا هي وأرض إينا هنو نقطو دول قومية يا عاصمنا هنو نقطو بيت المقدسة وحيو كبالان قادين أما هذا الدولة ده الرير العثمانيين يكون هذا واحد الحلقة العثمانيين هو ضعيفين أما هذا اللي يقول له أنا كابي حلنا ما يقول ما يع إني صحيح ما يو إنسين ما يرى لكن ما أنتو عبد عز إمر ما أنتو عبد حميد دنتو أياد بلاش كو قادن دونتان فعلا نمر كو دنتي وكو يقاتي يوعد بلفر لكسي كون ينسغال بقولي سيدي أفرتن كينا وكوي دولدو حارانتا كدسي أرض فلسطين تذكر مسلمين توائن مثل الساو فهمان روايضها كلورا هو وضبان تنوى دين تنوى إيمان تنوى عقيدة لا بقضب بكسوك بيكبينيها لا بقضب بشارو بشارو تذكر تشعل إني حفتيان قرآنك كريمك أما بأي برتان لقد عربيك حدا وحا صورتقل كوه إناد حفتي دو قرآنك كريمك أما أدبرتو لقد عربيك أديقو أوچوغ قريقاك سحب سميله وفضد إيادو دياري كويهين معلمين تخصص كيسله يدو لغو إلالين دونا وقتيغا سيدب يرن اللوغو قدبين دونا ميلاها فوقفوق إيه ودامدا كلدوان إيه عالمكا حدابا كلاحريد واتس أب نمبركا كحوصن هالكهوس